مرحبا بكم مشاهدينا في ثقافة تأتيكم من قناة الجزائر الدولية. أحداث كثيرة يشهدها العالم يوميا تتسارع وتيرتها وحدتها، يتفاعل معها المواطنون من مختلف الجنسيات واقعيا وعلى أرض الفضاء الافتراضي، بعد أن أصبحت هذه المنصات فضاء للتعبير عن الآراء المختلفة في قضايا عدة وخاصة الإنسانية والعادلة منها. أبرز القضايا التي تلقى تفاعلاً واسعاً هي القضية الفلسطينية، كون الأحداث فيها لا تتوقف. مواطنون، سياسيون، مثقفون ومشاهير هوليوود لم يستطيعوا السكوت عما يحدث في الأراضي الفلسطينية، فعبروا عن تضامنهم تجاه الشعب الفلسطيني. نجوم من الدرجة الأولى عبروا عن دعمهم لفلسطين من منطلق سياسي وغالباً من منطلق إنساني. هو حال الممثلة ميا فارو، المغنية وعارضة الأزياء الأمريكية أيضا باريس هيلتون، التي نددت بالاعتداءات الإسرائيلية ووصفت الأمر بالمفجع والذي يجب أن يتوقف، في حين لا تتردد الممثلة الأمريكية أيضا سوزان ساندرنان في إظهار دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، مثلها مثل مارك روفالو وأيضا لينا هايدي وبيلا وجيجي حديد، إيما واتسون، وأسماء كثيرة حائزة على أرقى الجوائز في عالم الغناء والتمثيل. لم تستطع هذه الأسماء التزام الصمت أمام ما يحدث من ظلم على الشعب الفلسطيني، دخلوا لخط النار رغم تضييقات اللوبي الإسرائيلي على السوق الفني والإبداعي عالميا. عن مواقف النجوم المساند أو المتعاطف مع الفلسطينيين نفتح نقاشنا اليوم إذا مشاهدينا مع المخرج محمد الصواف من فلسطين. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. يا مرحبا، إذا أستاذ محمد، كنا نتحدث يعني قبل قليل عن هذا الموضوع، آراء ومواقف نجوم هوليوود إزاء ما يحدث في فلسطين هذه الأيام وفي المرات السابقة أيضا. سجل هؤلاء المبدعون مواقفهم وآراءهم فيما يحدث، كيف تقرأ هذا الصوت المرتفع وأحيانا الصريح للكثير من الشخصيات الفنية فيما يخص القضية الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني؟ اهلا وسهلا بكم واهلا وسهلا بالمشاهدين بشكل عام. يعني ربما نقراه من جهتين، يعني من الجهه الاولى انه هناك اصبح هناك وعي عند الجمهور الغربي وعند الفنانين اصلا بما يحدث هنا في فلسطين. بدات الصوره تظهر، جزء من روايتنا بدا يصل الى هناك، فأصبح من الصعب أن يغمض الإنسان عينه عما يحدث هنا في فلسطين. الأمر الآخر أنه أيضا الوحشية الإسرائيلية بدأت تزيد، بدأت تكون أكثر صلابة، أكثر هنجعية، أكثر وقاحة أصلا ضد الإنسان الفلسطيني، فكان يجب أنه يعني صعب على أي إنسان ألا يرى الحقيقة بشكل مجرد، بعيدا عن كل الدعاية الإسرائيلية التي تمارس وتحاول أن تضلل الجمهور الغربي بما فيهم هؤلاء. نتحدث الآن عنك سيد محمد الصواف، أنت اشتغلت وتعاملت مع الكثير من الشخصيات الفنية بهوليوود، منهم مثلا مايكل وينتر بتوم وأيضا كيت وينسلت، إذا هذه الأسماء تعاملت معها من خلال فيلمك 11 يوما في مايو، وهذا العمل أيضا يروي جانبا من الظلم الإسرائيلي على أطفال غزة بالتحديد سنة الماضية. كيف ترى مشاركة هؤلاء النجوم في أعمال فنية تروي ما يحدث على أرض الواقع في فلسطين؟ بشكل عام النجوم وكثير منهم ناس أصحاب، يعني جزء منهم أصحاب ضمير، أصحاب أحاسيس مرهقة. بشكل إذا وجدوا العدوان صراحة وجدوا الظلم بشكل واضح لا لبس فيه، يبدأوا بالاهتمام والتضامن. يعني مثلا في العدوان اللي قبل الأخير عام 2021 على غزة، وقتل فيه تقريبا 280 شخص منهم 66 طفل تقريبا، كانت مبادرة انه لا لازم نعمل فيلم هو من مايكل وثابتهم، مايكل وثابتهم هو من كاتب سيناريو ومخرج مشهور في المملكة المتحدة. كان صحيح هي المبادرة منه، لا لازم نعمل شيء حق الأطفال أن يسمع صوت.
وناقش كيف، وبناء عليه بدانا ننتج هذا الفيلم حتى يصل الى الجمهور الغربي. حتى وكان هالجزء اردنا هدفين من هذا الفيلم. الهدف الاول ان نذكر المعاناه التي يعاني منها فلسطين، او الطفل الفلسطيني الذي لا صوت له، وحجم الاجرام الذي يمارس حقه. الامر الاخر هو النفاق الغربي. الروايه الرسميه الغربيه حتى الان هي تتجاهل كل المنظوميه الفلسطينيه وتقف مع المعتدي. انا اتوقع انه الفنانين وجزء كبير من النجوم الغربيين اذا وصلت لهم الصوره بشكل حقيقي وواضح سيكون تضامنهم على المحتوى الفلسطيني. هذا يعطينا يعني ثقه انه احنا باستطاعتنا ان نوصل الروايه الفلسطينيه الحقيقيه الى العالم حتى يستطيع ان يفرق بين الظالم والمظلوم. رغم كل التضييقات التي يمارسها أيضا اللوبي الصهيوني فيما يخص عالم التمثيل وأيضا عالم السينما في عرض هذه الأعمال، كل الأعمال تقريبا التي تعرض الرواية الفلسطينية تخضع لحصار شديد من طرف سلطات الاحتلال. هناك موضوع آخر، هناك الكثير من النجوم والفنانين يعبرون عن مساندتهم، عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، منهم ربما مارك روفالو الذي دوما ما يصرح بهذا الشأن، الذي أيضا عمل على عريضة من أجل ذلك والمطالبة، وصعد أكثر لدرجة أنه عدم منح السلاح لإسرائيل وأمور كهذه. هناك أيضا ريانا والعديد من الأسماء يعلنون تضامنهم ثم يتراجعون درجة للوراء أو إلى الخلف. كيف تفسر هذا الطرح وهذه المواقف؟ هل هؤلاء الفنانين يخضعون لضغوطات كبيرة من طرف اللوبي الإسرائيلي؟ بالتأكيد ضغوطات كبيرة وكبيرة. يعني عمل صغير مثل الذي أنتجناه تعرضنا وأنا فلسطيني وعيش هنا في قطاع غزة، أيضا تعرضت لهجوم كبير من اللوبي الإسرائيلي في المملكة المتحدة. حاول كثير من المقالات التي كتبت ضدي كفلسطيني، وحرضوا علي حتى كيف مايكل هو يتعامل معي، كيف تتعامل معنا. هناك لوبي صهيوني يترصد هؤلاء النجوم. كيت وينس تم مراجعتها نتيجه هي روت الفيلم بصوت. مايكل اتهم بمعاداه الساميه، محمد اتهم باشياء كثيره وافتري عليه باشياء كثيره. ايضا للاسف يتم الضغط على شركات الانتاج التي يتعامل مع المنتجون والمخرجون للثاني هؤلاء المخرجين او هؤلاء الممثلون الفنانون عن التضامن مع القضيه الفلسطينيه. كما تحدثت مارك روفالو وغيره من باريس هيلتون وكثير من الفنانين والنجوم الغربيين الذين تضامنوا وصراحه مع الشعب الفلسطيني خاصه بالعدوان العام الماضي، كثير منهم تراجعوا. لماذا تراجعوا؟ هل تغيرت مواقفهم؟ بالتاكيد لا. عدد كبير منهم ربما حذف تغريدته او قدم اعتذار لحجم الضغط الكبير الذي يمارسه اللوبي الصهيوني على هؤلاء الممثلين. هناك فوبيا من انتقاد النظام الاسرائيلي، يحاولون ان يخوفوا الجميع من مجرد اتخاذ النظام الاسرائيلي. على سبيل المثال الفيلم 11 يوم في مالبو هو لم ينتقد النظام الاسرائيلي صراحه، وكل ما فعلنا هو اننا ظهرنا الاطفال الذين قتلوا خلال العدوان الاسرائيلي عام 2021. نتحدث احلامهم دون اصلا التطرق لمن للانتقاد الصريح لاسرائيل. ايضا لم يتحمل اللوبي الاسرائيلي او الصهيوني ان تصل هذا الفيلم الى الجمهور الغربي وان يشارك فيه نجوم عالميين كمثل كيت وينسلت ومايكل وماكس ريختر وغيرهم. نتحدث عن بعض النجوم أيضا الذين لم يغيروا موقفهم، بالعكس دافعوا عن موقفهم، مثلا الممثلة إيما واتسون التي قالت فلسطين حرة وأن التضامن فعل في الأخير. هذه التصريحات لها هي على منصة التواصل الاجتماعي كتبت وعبرت عن ذلك، لكن تعرضت لانتقادات شديدة ولحملة ممنهجة من طرف الكيان الصهيوني. لكن في المقابل هناك مجموعة من النجوم والممثلين ساندوا
واتسون في هذه الحملة ودفع عنها، هل في رأيك هذا الأمر سيوسع من نطاق انتشار هذه القضية، وأن كأن الكيان الصهيوني يقتل نفسه بنفسه من خلال هذه الممارسات التي يقيمها ويفعلها على أرض الواقع؟ فحتى من لا يؤمن مثلا بالقضية الفلسطينية، لكن هو يشاهد أن هناك ظلما على الإنسانية يحدث في هذا الوطن. نعم، من ينتقد إسرائيل ويقف أمام الحق أو الإنسان سواء فلسطيني أو غير فلسطيني عليك أن يدفع الضريبة، عليك أن يكون شجاعا، وبالتأكيد هو سيدفع ضريبة وضريبة غالية، لأن اليوم الإسرائيلي ومناصري لهم تأثير كبير سواء إذن كان معنا محمد السواف، كان معنا ونحن نناقش الآن موضوع فيما يخص النجوم والمشاهير الذين يتفاعلون مع القضية الفلسطينية وما يحدث دوما في فلسطين، إذن يعبرون عن مساندتهم عن تضامنهم بسبب سياسي أو غالبا ما يكون سبب ذلك إنسانيا، لأن ما يحدث في فلسطين هو ضد الإنسانية، هو انتهاك لحقوق الإنسان كما تصفه مختلف المنظمات العالمية وأيضا النجوم يعبرون على منصات التواصل الاجتماعي، لكن هذه المنصات أيضا تخضع للرقابة للتضييقات، وعلى أرض الواقع هناك مشاهير أيضا تعرضوا لتضييقات من طرف اللوبي الإسرائيلي وأيضا من طرف شركة الإنتاج التي دوما ما تمنع حضورهم في أعمال عدة، لكن يرى هؤلاء النجوم أن الحق حق في الأخير وأن الكلمة الحق يجب أن تقال، كما قالوا أن فلسطين حرة وأن التضامن هو فعل بالدرجة الأولى. هؤلاء المشاهير مع منصات التواصل الاجتماعي اندماجهما مع بعض يخلق انتشارا واسعا للقضية الفلسطينية. ربما نعاود الاتصال إذن مع المخرج الفلسطيني محمد الصواف لكي نخوض في تفاصيل هذا الموضوع أكثر، إذا أمكن. هو فقط موجود للتذكير في فلسطين، وهناك أيضا رقابة على الأنترنت في فلسطين من أجل ربما عدم إسماع صوت هؤلاء المواطنون الذين يكونون دوما في هذا الوطن، ومنعا ربما لتدخلاتهم مع وسائل الإعلام المختلفة. إذا نذكر فقط أن الموضوع كان فيما يخص نجوم السوشيال ميديا، نجوم الفن والفناني والتمثيل الذين يدافعون عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. إذا أعتقد أنه كان هناك مشكل في الاتصال مع محمد الصواف من المصدر. مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام ثقافة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.